بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يؤدي الممثلون مشاهدهم في دراما رمضان؟ هو ده موضوع الحلقة. الحقيقة انه المشاهد في مسلسلات رمضان فيها عدة ملحوظات. اول حاجة، في كمية كبيرة جدا من السلامات والطيبون والتحيات. يعني مثلا لو انت جبت كل مسلسل مثلا الصافي بتاعه نص ساعة، في منهم مثلا 5 دقايق الناس بتسلم على بعض بالتحيات المختلفة. يعني يبقى ناقص التحية الجريجي مثلا، هي التحية اللي ما اتقالتش، انما كل الحاجات موجودة. السلام عليكم، مساء الخير وصباح الخير وصباح الفل وصباح الجمال، وجود افطر نون، وجود النخت، كله موجود. دي الملحوظة الاولانية. الملحوظة التانية انه تحية الاسلام اللي كلنا عارفينها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دايما الرد عليها في كل المسلسلات من كل الممثلين بيكون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كأن مثلا الممثلين دول لسه داخلين الإسلام امبارح، فهم مش عارفين إن رد السلام عليكم وعليكم السلام عادي، يعني السلام عليكم وعليكم السلام، تعال اشرب شاي كده يعني. فالسلام عليكم ردها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأنا مش عارف هل الناس دول مثلا ما شافوش قبل كده مثلا الناس المتدينة اللي هم بيقولوا السلام عليكم وكده، مش عارف الحقيقة. برضو من الملحوظات طبعا اللي ممكن نتطرق ليها، الملحوظة السائدة والمنتشرة على المسلسل بتاع الراجل يوسف الشريف. يعني المسلسل معقد جدا، وهو زي عادة كل مسلسلات يوسف الشريف، يعني فيها تشغيل دماغ، بس المشكلة انه تشغيل دماغ زيادة عن اللزوم، فالدماغ بتهنج. يعني الناس صايمة واحنا مش ناقصين، يعني التفكير وبذل الجهد ده وقت ممكن ابذله في الايام العادية عشان اشغل دماغي مع مسلسل ولا فيلم، انما في الايام الصيام هشغل دماغي سواء بعد الفطار او قبل الفطار. ازاي يعني قبل الفطار مفيش سكر في الدم، بعد الفطار انت خلاص دايخ، فمن كتر الاكل كلته فمش هتعرف تفكر يعني. بس عموما يعني هو انا كده كده في كل الاحوال ما بفهمش مسلسلاته، يعني ما بفهمش هو ايه قصده. يعني المشاهد المتفرقه اللي انا شفتها من مسلسلاته فهمتش حاجه، ومش متوقع بصراحه ان انا افهم حاجه في المستقبل. مسلسل الجدتين الكبار، كنت بقترح ان هو يسمى الجده بطه او الجدتين البطتين، اللي هو مسلسل العظيم بتاع سكر زيادة، او كان اسمه دهب عيرة، اللي هو فيه نبيل عبيد ونادية الجدي، اتنين رفيعين جدا وبيلبسوا بيجامات غريبة يعني تناسب مراهقات، وايه وبيجروا ورا بعض في الريسبشن بتاع اللوكيشن يعني، وحاجة اخر جمال. دي من كانت ابرز الملاحظات على مسلسلات رمضان. شكرا.